السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد دردي. متابعين الكرام، مواعيد مباراة الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بداية من يوم السبت الموافق 16/3/2024. متابعين الكرام، قبل ما نبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سياح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. في مباريات كتير اتأجلت بسبب كأس الاتحاد الانجليزي اللي هيتلعب في نفس الاسبوع اللي احنا فيه ده. البداية السبت زي ما قلنا 16/3/2024، الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان. لو عايز توقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا، من فضلك زود ساعة. عايز توقيت الامارات وسلطنة عمان، من فضلك زود ساعتين. عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب، من فضلك قلل ساعة. عايز توقيت جرينتش وبريطانيا، من فضلك قلل ساعتين. تم تأجيل مباراة ارسنال امام تشيلسي علشان مش عارف مين فيهم اللي هيلعب، غالبا تشيلسي هيلعب في كأس الاتحاد الانجليزي. تم تأجيل مباراة كريستال بالاس امام نيوكاسل لان نيوكاسل بيلعب في كأس الاتحاد الانجليزي. تم تأجيل مباراة مانشستر يونايتد امام شيفيلد لان مانشستر يونايتد بيلعب في كأس الاتحاد الانجليزي. تم تأجيل مباراة ولفرهامبتون أمام بورنموث لأن ولفرهامبتون بيلعب في كأس الاتحاد الإنجليزي. طيب، أول مباراة معانا رسميا برينتفورد أمام بيرنلي الساعة 5 مساء بتوقيت مصر. المباراة هقول لك حالا هي على قناة ايه، ايه اللي نزلنا ده كله كده، انت ايه موقع رخم اهو. فين بقى بيرنلي وبرينتفورد؟ القناة الناقلة للمباراة حتى مش موجود، تصدق يلا ما تستاهلش اصلا الواحد يتفرج عليك. ها، القناه الناقله للمباراه قناه بين سبورت اتش دي 2 الثانيه. ومتابعين الكرام، بعد كده عندنا لوتون تاون تلعب امام نوتنغهام فورست او في نفس التوقيت. لوتون تاون امام نوتنغهام فورست 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت مكه المكرمه على قناه بين سبورت اتش دي اكسترا 1 اكسترا الاولى. اما فولهام فهتواجه توتنهام الساعه 7:30 مساء بتوقيت مصر، الساعه 8:30 مساء بتوقيت مكه المكرمه، 6:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. والقناه الناقله لهذه المباراه اعتقد بين سبورت اتش دي 1 الاولى، ولكن تهيألي هكون بين سبورتس اتش دي 2 التانية لأن في مباراة تبقى قوية في كأس الاتحاد الإنجليزي في نفس الوقت. ففولا أمام توتنهام على قناة بين سبورتس اتش دي 2 التانية. يوم الأحد 17/3/2024 تم تأجيل مباراة برايتون أمام مانشستر سيتي لأن السيتي موجود في كأس الاتحاد الإنجليزي. تم تأجيل مباراة ايفرتون وليفربول لأن ليفربول موجود في كأس الاتحاد الإنجليزي. ويست هام يونايتد هتلعب أمام أستون فيلا الساعة 4 عصر مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة بين سبورتس اتش دي اتش دي 1 بين سبورتس اتش دي 1 الاولى. وخلاص كده انتهت مباراه الجوله 29 باربع مباريات هيتلعبوا، 6 مباريات تم تاجيلهم. ادي 1 2 3 4 5 6 وهيتلعب على 4 مباريات، 3 يوم السبت وواحده يوم الاحد. اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديو. كرمك محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.